نص نهار وعشرين دقيقة مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة. برنامج هنا تونس في جزء الأول اليوم يفتح ملفات معقدة، ملفات عندها علاقة بالشأن السياسي والقضائي والقانوني، قضية الشهيد محمد الزواري وأيضا قضية الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي بعد المستجدات اللي صدرت البارح عن القضاء العسكري وحفظ القضية. جدل أيضا رجع حول قضية الشهيد محمد الزواري ومعطيات جديدة ستكشف لأول مرة اليوم في برنامج هنا تونس على أمواج الديوان فهم. سعداء جدا اليوم بحضور واستقبال الأستاذ الطيب السادق المحامي. سي الطيب مرحبا بك على أمواج. مرحبا بكم وسعيد كذلك بوجودي بينكم. وإحنا أسعد طبعا سي الطيب. عديد المواضيع الحارقة الحقيقة، ملفات خطيرة وخطيرة جدا وتساؤلات كبيرة تطرح اليوم، خاصة في علاقة بقضية الشهيد محمد الزواري. برشا تساؤلات، برشا كلام، حديث على معطيات جديدة، حديث على أطراف تونسية قد تكون متورطة في هذه الجريمة، وكأنه أصبح الموضوع مسكوت عليه إعلاميا وسياسيا، رغم أنه الجريمة نفذت على أراضي تونسية واختراق وانتهاك للسيادة التونسية، وكأنه محمد الزواري ليس مواطنا تونسيا. أكيد مش نرجع بأكثر في التفاصيل حول هذا الموضوع وهذا الملف. وأنت من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري ومن المطلعين على هذا الملف عن كثب، لكن قبل هذا نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل. صفحة الفيسبوك ديوان فهم لتجمع تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات. إذا تنجموا تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان فهم، كما تنجموا تابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم .net لتقوا فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. قبل ما نبدأ بقضية الشهيد محمد الزواري، طيب السادق عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري وانت محامي، خبر صدر منذ قليل الهيئة الوطنية للمحامين تقرر الطعن في عدم دستورية قانون المالية واحتجاجات على أشدها بالنسبة للمحامين في عدد من ولايات الجمهورية. موقفك كمحامي من هذا التصعيد الاحتجاجي؟ أنا أولا نحب نحيي المحاماة الصامدة أمام التسييس وأمام محاولة تركيحها. للأسف معناها بعد الثورة تجي حكومة ويجي تجي سلطة تحب تركع المحاماة وتحب تنهشها من الداخل. للأسف المحاماة هذه اللي قدمت الدم، قدمت دم شهيد، شهيد المحاماة وشهيد الوطن شكري بالعيد، اليوم المحاماة تنهش من قبل الحكومة ويقدم في قوانين المالية على مختلف معناها السنوات قوانين تضغط على المحامي، قوانين تحاول أن تركع المحاماة، وهذا معناها للأسف المحامين الكل يحسوا بنقمة ويحسوا بظلم من تجاه هل يعني الكيفية التهجم عليهم ولا كيفية يعني اعتبارهم وكأنهم أعداء للوطن، كأنهم ما همش ناس مشاركين في سواء في يعني تنمية هذا الوطن أو في معناها الدفاع عن الحريات والدفاع عن الحقوق في هذه البلد. للأسف اليوم قدامنا كان الإجراءات القانونية، والإجراءات القانونية ستتم أكيد عبر نواب وعبر كذلك الزملاء المحامين المختصين في الشأن الدستوري، والذين أكيد سيكون لهم باع وذراع في تقديم هذا الطعن لمواجهة الهجمة هذه القانونية على او التشريعيه على طبعا بمعناها باقتراح من الحكومه على المحاماه التونسيه. طيب طيب السادق الاستاذ المحامي، اليوم ما تعتبروه انتم كمحامين هجمه وربما نوع من محاوله استهدافكم، في المقابل فما شكون يرى انه خطابكم خطاب سكتاري وانه كل ما الحكومه
أو السلطة التنفيذية تتخذ إجراءات في إطار العدالة الجبائية، في إطار المساواة بين جميع المهن والقطاعات وبين المواطنات والمواطنين، إلا والمحامين ينتفضوا ويرفضوا ربما أي تمشي إصلاحي. في هذه المرة شنو هو السبب المباشر اللي خليكم تحتجوا بشكل عام؟ واضح السبب هو أنا السر المهني. أنت وقت تدخل مكتب محامي فأنت مؤتمن كمحامي على سر حريفك. إذا كان سر حريفك باش يبدأ على قريعة الطريق باش يبدأ متاح وممكن أنك تدلي به، ما عادش تم إمكانية أنك تحافظ على السر، أو على الأقل إحنا رانا مأدين يمين واليمين هذه من ضمنها السر المهني. خلينا نوضحوا للمستمعين ربما شنو هو السر المهني هذا، ماذا يعني السر المهني في مهنة المحاماة؟ شوف، المحامي يدافع بالقانون على أي شخص يتقدم له قصد تكليفه في أي موضوع مهما كان التجاوز الذي ارتكبه. الجناح هذايا متاع العدالة مهمتة الدفاع، مهمتة إحداث التوازن والدفاع على المواطن هذاك اللي يتقدم المكتبة. إذا كانك أنت وقت تتقدم المكتب محامي وتدلي بوثائقك وتدلي بكل المعلومات للمحامي، والمحامي لا يؤتمن على سرك، فإن معناها أجنحة العدالة تولي غير متوازنة وبالتالي ما تنجمش تحقق عدالة إجرائية، وما تنجمش تحقق عدالة في الأصل إذا كانك معناها من البداية أنت مطالب بكونك تفشي سر حريفك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يقول القائل احنا 10,000 محامي تقريبا، في حدود 10,000 محامي. 10,000 محامي هذوما كحجم كقاعدة ضريبية همش راي قاعدة كبيرة برشا، لكن فيهم برشا متهمين بالتهرب الضريبي. اللي متهم بالتهرب الضريبي يستاهل باش يتم تتبع. أما الأكيد أن المحامين أغلبهم قايمين بواجبهم. الـ 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 الاستثناء موجود في كل القطاعات. علاش المحاماة تتحط في الصدارة في المسألة هذه؟ بالعكس، أنا حسب رأيي كان من الممكن أن يتم التعامل الضريبة بين قوسين في تونس يعني تسلطية. الضريبة ما هيش قاعدة تحقق في الهدف نتاعها. لو كان جت بيرسوناليزي، كان جت مشخصة أو في كل حالة يقع التعامل معها على حدة قصد الوصول إلى أن الدولة تجبي وتتحصل على الجباية بدون ما يكون ثم ضرر ولا عدم عدالة جبائية، لأن تو الحالة اللي قاعدين ماشيين فيها بالعكس معناها ثم تناقض في الدولة. هي تسعى للعدالة الجبائية لكن العكس هو اللي قاعد يحصل. في النتيجة حتى حجم ما تقدمه المحاماة لإدارة الجباية غير كافي. بالعكس، المحاماة عطت اقتراحات سابقة قصد تنمية هالرقم هذايا وقصد الإعلام من هالرقم هذايا، ولكن للأسف القصد ما هوش هذا. القصد أن كيف معمل بن علي استعمل الوسيلة هذايا، اليوم باش يقع استعمالها كذلك في كل حالة من حالات المحاماة الصامدة وحالات المحاماة التي تدافع على الحقيقة وتدافع على حرية الناس. طيب السادة، قال أستاذ المحامي، ما زلنا واصلين حوارنا معك بعد شوية في هذا الجزء الأول اليوم من برنامج هنا تونس. بعد شوية نحكيه على مستجدات قضية اغتيال الشهيد محمد زواري في صفاقس وعديد المعطيات نشرت في الفترة الأخيرة، لغط كبير وجدل أكبر أثير حول هذا الموضوع. شنو حقيقة تورط أطراف تونسية في هذا الملف؟ وين وصلت التحقيقات اليوم؟ هل تم محاسبة وتتبع فعلا الجنات المتورطين في هذه العملية؟ نرجع بأكثر تفاصيل حول هذا الملف وهذا الموضوع مع ضيفنا في الأستوديو الطيب بالسادة، قال أستاذ المحامي. لكن قبل هذا نمشو بيب ورجع.